السلام عليكم. أنا خريجة لغات يابا، بالشارع أجدني بشرفك. أنا خريجة لغات أمي، دي اسمي كنجلش تنبرنيني فرنسي ويبخناوي نهيكو سيغلي ردواني ني باشي ني أهوى. هذا حالي والله، 3 أيام أني ما ماكل شادة بطني يعني، وعندي 6 عيشهم. وين يروح؟ وين يروح؟ فهمني وين يروح؟ فهمنا. بالشارع ينام، اللهم يرضى. هذا الخريجين حيحنا بلد النفط، بلد الهاي، بالشوارع. ليش أمي؟ أنا صار لي 5 سنين أبويا، صار لي 5 سنين أمي، وعندي أيتام بالمولن كتلوا أمهم أجال بنتي زين 4، وأني وابني هم ينضرب، هم مسوي سقط بالبيت. شلون بتعيشين؟ هو هاي جدية أجدي 10,015، وأعطي فلوس هاي غرفة ما أخذ أنطيها زين ب 250، مولدة همين 2، وناكل ايش ناكل أمي؟ يا قبيلة مأجار، وهاي هسه مال الأرامل والمطلقات تقدمت عليها 4 سنين صار لي، هاي ما يخالف همين تعين أمي. وينها؟ وينها؟ لا لا، احنا مكابرت حجية، واحنا مكابرت حجية، وهذه أني بالشارع. أنا من شرفك بالشارع. أنا بس أريد أوجه رسالة للمسؤول، تقبل أنت تبات بالشارع؟ لا، تقبل أمك؟ أرضك ينام، أرضك تقبل ينام بالشارع؟